نحو 4.5 كيلومترا مربعا من رمال الصحراء في عام 2013. باتت اليوم في 2021 هكذا بمدينة دبي قرب مطار آل مكتوم الدولي. ليس البشر فقط من يستعد لاستقبال معرض اعتاد تغيير وجه البشرية، بل هنا أكثر من 100 روبوت ترحب بالزوار. بعضها تقدم الطعام وأخرى تلتقط الصور وتدل على الطرقات، لكن رجلا آليا من بين هذه الروبوتات سيتزعمها جميعا، الروبوت الذهبي المعروف باسم الحارس، وهو تميمة إكسبو دبي 2020، المعرض العلمي والتكنولوجي والثقافي والفني والاقتصادي الأكبر على وجه الأرض. إكسبو الذي ما زال المعرض الوحيد على مر التاريخ المسهم في كل مرة بتغيير ملمح من ملامح البشرية منذ القرن 19، عندما بدأ كأول معرض دولي في لندن سنة 1851، وبات ينظم كل 5 أعوام بإحدى مدن أو عواصم الدول الكبرى، فترك في كل مرة أثراً خالداً وراءه: التلفزيون والآلة الكاتبة، إبرة سياتل الفضائية، برج إيفل في باريس، والأوتوميوم في بروكسل، وسبيس نيدل في سياتل، والبيوسفار في مونتريال، مترو باريس ومونتريال ولشبونة. حتى كاتشب هاينز قدمه للبشرية أول مرة معرض إكسبو، الذي وصل اليوم إلى الإمارات كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف إكسبو، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في دبي ليتبادلوا الأفكار والإنجازات ويبتكرون، حاملين معهم ثقافات 192 دولة يمثلها 200 عارضاً، في وقت يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 25 مليونا. سيزورون الإمارات على مدار 6 أشهر ابتداء من 1 أكتوبر 2021، وسيبقى كما العادة 6 أشهر حتى 31 مارس 2022، بعد أن كان مقررا إطلاقه في 20 أكتوبر 2020، لكن فيروس كوفيد 19 هو المذنب مرة أخرى، فكان الإرجاء الذي لم يوهن من آمال الإمارات بتحقيق طفرة مالية واقتصادية وعلمية. بعد أن أنفقت 6.8 مليار دولار على المعرض حتى اللحظة، ليقرأ الجميع مكتوب إكسبو 2020 من العنوان تواصل العقول وصنع المستقبل. فربما هنا في إكسبو دبي سيرى البشر كثيرا من مستقبل الأرض، بعد بناء الإمارات محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمي، لتكون المحطة الأخيرة على طريق دبي الجديد، وتشغيل جناح الاستدامة المصمم على شكل قرص بالكامل بالطاقة الشمسية، إضافة لأشجار إلكترونية تحتوي كل منها على 120 لوحة شمسية دوارة، وتتبع الشمس من شروقها إلى غروبها، وتعد قاعات ومختبرات الابتكار، إضافة إلى الوصل بلازا الذي تبدأ منه رحلة المعرض، أبرز المعالم التي طورها إكسبو دبي الدولي 2020، فيما تعد بين أبرز الإنجازات التي سبقت الافتتاح توليد 50% من الطاقة التي يحتاجها المعرض في الموقع نفسه، ومن مصادر قابلة للتجديد وبطريقة لا ينتج عنها أي انبعاثات للكربون. وسيكون عشاق التكنولوجيا على موعد لمشاهدة المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والواقع المعزز واستكشافات الفضاء. أما الانطلاق من الوصل إلى بقية الأجنحة فيشبه تجوال بين 192 دولة وزيارتها في يوم واحد للتعرف على ثقافاتها وفنونها وأبنيتها وأحدث اختراعاتها. ومن الأمثلة التي يضربها معرض إكسبو دبي تشكيل جناح الهند على ارتفاع 4 طوابق من 600 كتلة فردية قادرة على الحركة، ما يتيح النظر إلى الهند في حالة حركة من دبي، وتقديم الجناح الإسباني عربة فائقة السرعة يعز مثيلها على وجه الأرض. أما جناح السويد فبات اسمه الغابة بالوعة للكربون، بعد تصميم الهيكل الخشبي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في وقت ركز آخر معرض إكسبو أقيم في عام 2015 بميلانو الإيطالية على الغذاء، وكان شعاره إطعام الكوكب، الطاقة من أجل الحياة. دبي منذ عام 2013 عندما تم التصويت لها بالأغلبية الساحقة لاستضافة إكسبو 2020 اختارت تواصل العقول لصنع المستقبل، مع تحديد 3 مواضيع فرعية ينصب اهتمام معرض إكسبو دبي 2020 عليها،
أولاً، الفرص عبر إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لتشكيل المستقبل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج إرث من الابتكارات الجديدة. وثانياً، التنقل عبر إنشاء حركة أكثر ذكاء وإنتاجية للأشخاص والسلع والأفكار جسدياً وافتراضياً. وثالثاً، الاستدامة، ما يؤمن احترام العالم الذي نعيش فيه والتوازن معه. ووفقاً للتقسيمات الثلاث، سيتحول معرض إكسبو إلى منصة تضم أجنحة موضوعية ومعارض تفاعلية ومساحات للأداء ومعارض للابتكارات ومنشآت فنية وحدائق خارجية. سيتم إقامة أكثر من 60 عرضاً فنياً وتكنولوجياً ومعمارياً كل يوم، من دور الأوبرا إلى المسارح إلى الأحداث الرياضية وحتى احتفالات اليوم الوطني. حتى الطعام يأخذ حيزاً كجانب ثقافي وأداة للتواصل في معرض إكسبو دبي، عبر عروض طعام واسعة ومتنوعة من جميع أنحاء العالم. فهنا حرفياً يمكن تذوق أي شيء في العالم ومن أي طبق على اتساع الكوكب في إكسبو دبي. وأنت إن زرت معرض إكسبو دبي، هل ستفرغ نفسك للتعرف على اختراعات المستقبل؟ أم أنك ستكتفي بتذوق أطباق قادمة من شتى أصقاع الأرض؟ وإن كنت من محبي المطرب حسين الجسمي، فهذه الأغنية ستحكي لك أيضاً بعضاً من حكايا معرض إكسبو دبي 2020.